أعطونا السؤال رقم 8. أي فنان يعرف بلقب موسيقار الخليج؟ شوي صعبة. راشد الماجد ه، رابح صقر ما بعرف، عبد الله رويشد ه. يلا زينة ما تفكري، أعطيتك الجواب زينة. زينة قلت راشد الماجد ه، عبد الله رويشد ه، البرانس. لا ما أخذ. أعطوني مرزوق من السعودية. تحياتي يا مرزوق. أهلا يا حبيبي، شو أخبارك؟ فين في السعودية؟ الدمام. والنعم على الدمام عند عيسى الجوكم، وهلا عن جنبك عبد العزيز الضغيثر وطلال غامدي، احلى ناس هذول. حبايبنا والله. انت اتفاقي؟ لا انا اتحادي. اه والنعم. هل سمعت انك جاوبت غلط؟ مين هو موسيقار الخليج؟ رابح صقر والله. وليش لك كان شو جاوبت انت هناك؟ السهم. الحق على السهم. عبد الله الرويشد. انت جاوبت عبد الله الرويشد. السهم زحلق. الحق على السهم يا مرزوق، زحلق. يلا زحلق وانت تفرست يا مرزوق. يلا السهم زحلق كله. الحق على السهم وما زبطت معي. الفنان هو الرابح صقر. مين غلط؟ مرزوق والبرنس. البرنس جبال، يمكن ما عندك ارسال بجبال اسبانيا. ما في ارسال بجبال اسبانيا، معلش. جاهزين اغنيه لجوزك بعد شوي، ماشي؟ خلينا نروح لسؤال رقم 9. لسه عنا صامدين خالد وانغام وحنين وزينه وخالد وشوقي من البحرين، احلى ناس بالبحرين. سؤال رقم 9. التجارب السريريه هي احدى مراحل اختبار علاج ما. على من تقام التجارب السريريه؟ على الحيوان، الانسان، ام النبات؟ سرير، لما بيحطوا سرير ما حيحطوا نبات ولا يحطوا حيوان ولا يحطوا انسان على السرير. انغام على السرير. انغام. شوقي، انا مشكلتي بهالبرنامج عندي 500 سيده قاعدين برا، فهن بس حدا يكبس هنيك يي، انا عاد اعرف شو في، انا بسمع ردود فعل ففكر فصار مصيبه. شو في؟ كله بيحكي عنا. دانا ابو لبن صوته ما شاء الله بتحس بتشوف كانه شافت هيك الشغله. الجواب هو تجارب سريريه بدها تكون على السرير، يعني للانسان. اللي فهمته انه في بلاوي صايره تحت. ويلاه زينة وانغام وشوقي. يا شوقي شنو شوقي؟ شو في شوقي من البحرين؟ تجارب سريريه اكيد مو على النبات. شو زحلق هذا؟ لا ما زحلق. لا لكن شو جوابت؟ جوابنا احنا الحيوان كله. ليش اسمه سريري؟ حيحطوه على السرير لاي حيوان؟ اسمه تجارب سريريه. انتبهنا بعد ما جاوبنا. انت ما قلت لك ركز معي يا شوقي. انت عجول ولا صبور؟ لا صبور. قديه صار لك متجوز؟ 35 سنه. احييك. انت ابو الصبر. انت ابو الصبر. ما شاء الله صامد 35 سنه. اعطينا الوصفه يا شوقي. شو الوصفه؟ لازم لا تجادل. وغيره؟ لا تجادل، لا تحكي، لا تسمع، لا ترى، لا تاكل، الاكل كله طيب، كله ظريف. اي شيء يطلبون عطهم. بيت حمك ما في منهم، كله كويس. خير ان شاء الله. حلو الوصفه. يلا تفرز هلا شوقي هو والمدام.